نعم بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل أو هذه تسأل تقول: ما حكم البكاء بسبب المرض الشديد؟ البكاء لا يقدر الإنسان على منعه. البكاء الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وهذا، فلا يتسخط من المرض ويجزع من المرض. أما كونه يبكي من باب الرقة ومن باب الألم الذي أصابه فإنه لا يؤاخذ على ذلك، لأنه ليس باختياره. نعم.